سهولك والسواحل وانحني للجيش يا كل الشوامخ واعزفي للحال للجيش المناضل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دروع الوطن. في حلقتنا لهذه الليلة نذهب وإياكم سويا إلى تغطية الاحتفاء الكبير الذي قامت به مختلف القيادات العسكرية على امتداد جبهات العزة والكرامة، احتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية المتمثلة بالذكرى 59 لعيد 26 من سبتمبر الخالدة. فأهلا ومرحبا بالجميع. سبتمبر التحرير يا فجر النضال، انت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، تسحق الباغي تدك الظل تأتي بالمحال، تسحق الباغي تدك الظل تأتي بالمحال. هدم الشعب السجون وكور المجرمين، هدم الشعب السجون وكور المجرمين، ومضى يحمي العرينة، ومضى يحمي العرينة، ومضى يحمي العرينة، ومضى يحمي العرينة. يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، النضال يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، النضال ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، المعالي ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، المعالي تسحق الباغي تدك الظل تأتي بالمحال، تسحق الباغي تدك الظل تأتي بالمحال. ألفت القلوب وتوحدنا شمالا وجنوبا، موكب التحرير ألفت القلوب وتوحدنا شمالا وجنوبا، وفتحنا لسان العلم الدروب، وفتحنا لسان العلم الدروب. فلتعيش يا بلادي بعلو وسداد، فلتعيش يا بلادي بعلو وسداد، وادحري كيد الأعادي، وادحري كيد الأعادي، وادحري كيد الأعادي، وادحري كيد الأعادي. يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، المعالي ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، المعالي تسحق
تسحق الباغي تدك الظل تاتي بالمحال تسحق الباغي تدك الظل تاتي بالمحال نحن قد ثرنا وحققنا السلام لم يعد للظلم في أرضي مقام نحن قد ثرنا وحققنا السلام لم يعد للظلم في أرضي مقام لم يعد فيها خاون أو عميل أو ظلام لم يعد فيها خاون أو عميل أو ظلام بالخير بشر ونفوس الشر تقهر عصرنا بالخير بشر ونفوس الشر تقهر فخري يا أرض حمير فخري يا أرض حمير فخري يا أرض حمير فخري يا أرض حمير يا سلطان التحرير يا بكر النضالي يا سلطان التحرير يا بكر تسحق الباغي تدك الظل تاتي بالمحال تسحق الباغي تدك الظل تاتي بالمحال تسحق الباغي تدك الظل تاتي بالمحال بسم الله وباسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق 27 من ربيع الثاني لعام 1382 26 من سبتمبر 1962 أكد قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن عمر سجاف أن أبطال القوات المسلحة وأحرار الشعب اليمني ماضون على خطى ثوار 26 من سبتمبر حتى اجتثاث مخلفات الإمامة والكهنوت الإنقلابية وتحقيق أهداف الثورة السبتمبرية وحماية مكاسبها العظيمة جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء اليوم خلال إيقاد شعلة الذكرى 59 لثورة 26 من سبتمبر في جبهة الجدافر شرق محافظة الجوف مضيفا إن ما يقدمه هذا الجيل من تضحيات ضد الاستبداد والكهنوت والظلم هي امتداد لتضحيات اليمنيين عبر مراحل النضال الوطني لترسيخ مبادئ السلم والعدالة والمواطنة المتساوية نهنئ القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ونائبه وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان كما نهنئ الشعب اليمني بهذه الثورة المباركة التي أخرجت الشعب من كهنوت الإمامة إلى وحي ومبادئ الثورة المجيدة إن أبطالنا في المنطقة العسكرية السادسة ليسطرون هذه الأيام أروع البطولات ضد الكهنوت وضد الإمامة المتجددة إنهم يقومون بطمس وطمس معالم الإمامة المتجددة التي جاءت في ثوب جديد سنظل وأوفياء لثورة 26 سبتمبر أوفياء للقيادة السياسية أوفياء لشعبنا اليمني الكبير أوفياء لجيشنا ومبادئنا ونضالنا من جانبهم أكد قادة الألوية والوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية السادسة أن احتفالات شعبنا بهذه المناسبة العظيمة تذكرنا بما قدمته قواتنا المسلحة من أبطالها في مرحلة الثورة السبتمبرية وبما قدمته مختلف شرائح المجتمع من تضحيات حتى يتحرر شعبنا من ربقة الاستبداد والاستعباد والظلم والكهنوت الإمامي. هذه الثورة الذي سيمثل إن شاء الله قفزة نوعية
بإبادة الإمامة المتجددة إن شاء الله بإذن الله خلال الأيام القادمة سوف نجعله من جماجمهم شعلة سبتمبرية بإذن الله سبحانه وتعالى. والجيش الوطني عاهد عهدا كبير بألا تراجع حتى تحقيق الغاية، حتى الوصول إلى الغاية وبناء صرح الحق وتشييد أعمدة الحرية وإبادة فلول الكهنوت وسعق عداولة الاستبداد بإذن الله سبحانه وتعالى. من ها هنا من ميادين البطولة والشرف، من ها هنا من أرض الكرامة، من أرض اليمن السعيد، سندافع عن بلادنا وسندافع عن ثورتنا وعن ثورة 26 من سبتمبر الذي يريدون أن يطفئوها. سنكون النور المضيء لهذه الثورة إن شاء الله بدمائنا، سندافع عن أرضنا وسنكون في الحياة صحيحة. وعبرت قيادة المنطقة العسكرية السادسة عن شكرها وتقديرها للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية على ما يقدمونه من دعم وإسناد للجيش الوطني في معركته الحاسمة ضد أعداء اليمن والعروبة والإنسانية. تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق 27 من ربيع الثاني لعام 1382، 26 من سبتمبر 1962. هنا الجبال الرواسي غردت طربا وألقت الشهب في أرجائها حللا ليبزغ الفجر في وقت الغروب وقد تملك النور هذا السهل والجبل فثورة النور لن تخبو وقد سطعت وغاسق الدهر لن يعلو وقد سفلا. هذا هو لسان حال مديرية العبر في هذا المساء الوطني العظيم وهي تحتفل بالذكرى 59 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. مشاعر وطنية تعانق السماء وتلاحم شعبي كإصباح تنفس في المساء. ففي اللواء 23 ميكا، هذا اللواء الوطني البطل قام الأخ العميد الركن عبد الله محمد معزب قائد اللواء ومعه رئيس أركان اللواء ورئيس عمليات اللواء ومجموعة رمزية من ضباط اللواء وثلة من حرس الشرف في أمن اللواء بإيقاد شعلة العيد 59 لثورة 26 من سبتمبر المباركة على وقع النشيد الوطني في مشهد احتفائي مهيب. وما إن ختم النشيد الوطني جملته اللحنية الأخيرة حتى تراقصت الألعاب النارية كأنها شهب نثرتها السماء ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية العظيمة. وحول هذه الكوكبة الرائعة من أبطال هذا اللواء الوطني المتميز، وإن سألنا الزمان والمكان وهذه المشاعر الوطنية الفياضة عن الدلالات العميقة للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العظيمة سيجيب الأخ المناضل العميد الركن عبد الله محمد معزب قائد اللواء 23 ميكا قائلا: في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة نوقد شعلة ثورة 26 سبتمبر، الثورة المباركة 26 سبتمبر نقطة فارقة في حياة اليمنيين
مضيئة في العصر الحديث للشعب اليمني. هذه الثورة التي ناضل من أجلها الآباء من مجيء السيء الرسي وحتى اليوم قدموا بها التضحيات. هذه الثورة قامت ضد الظلم والفقر والمرض وهي ستستمر إن شاء الله، ونحن اليوم نسكب دماءنا لكي تظل الشعلة قائمة، وستظل قائمة شاء من شاء وأبى من أبى. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية. بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. وعلى الجهة الأخرى وفي قلب مديرية العبر، وفي حشد جماهيري من المواطنين والشباب يتقدمهم وجهاء وأعيان وقيادات السلطة المحلية في مديرية العبر بإيقاد شعلة العيد 59 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة على وقع النشيد الوطني، أيضا لتردد صداه جبال مديرية العبر وسهولها ووديانها، ولتنطلق بعدها الألعاب النارية في كافة أرجاء المدينة مشكلة كرنفالا من نور في كبد السماء. فهذه الثورة هي ثورة النور ضد دياجير الظلام والظلم والكهنوت بنسختيه القديمة والمعاصرة، وستظل هذه الثورة العظيمة واقعا نضاليا مستمرا حتى يندحر ذاك الظلام الكهنوتي الغاشم وإلى الأبد. ومن ثم انطلقت السيارات في مسيرة شعبية احتفائية، وقد توشحت بالأعلام والشعارات الوطنية من مدينة العبر حتى مثلث الأميرية، والذي شهد احتفاء مماثل أيضا والعودة إلى مدينة العبر تصاحبها بعض الأطقم المرافقة من اللواء 23 ميكا. إن هذا التلاحم الوطني العظيم بين أبناء مديرية العبر وأبطال اللواء 23 ميكا له بحق صورة وطنية رائعة تجسد مدى الثبات والرسوخ للمبادئ والقيم الوطنية العظيمة في وعي وضمير ووجدان هذا الشعب الجسور. ولم ينتهي هذا الاحتفال المهيب هنا فقط، بل امتد كرنفال النور على مسافات شاسعة من مناطق انتشار اللواء 23 ميكا والتجمعات السكانية المتاخمة، وعلى امتداد الخط الدولي الرابط بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وبين محافظات وطننا اليمني الحبيب. باسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق 27 من ربيع الثاني لعام 1382، 26 من سبتمبر 1962. بالإرادة والعزيمة والجهاد اليمن أشعلها ثورة على الفساد. بالإرادة والعزيمة والجهاد اليمن أشعلها ثورة على الفساد، ثورة على النار والحديد على الطغاة اللي شافوا سنين طويلة من دماء، ثورة على النار والحديد على الطغاة اللي شربوا سنين طويلة من دماء. ثورة اليمن السعيد، ثورة الشعب المجيد، ثورة اليمن السعيد، ثورة الشعب المجيد، بالإرادة والعزيمة والجهاد.
كرهة الخلود من سنين الفجر مستني الأسود يرفعوا فوق اليمن راية الخلود الأسود قاموا صاروا أعلنوها جمهورية والطغاة راحوا غاروا وانت وساعد عشية الأسود قاموا صاروا أعلنوها جمهورية والطغاة راحوا غاروا وانت وساعد عشية واللي كان حلم وخيال قاموا بيه أشجع رجال واللي كان حلم وخيال قاموا بيه أشجع رجال والبشائر يومها طارت في اليمن لفت ودارت والبشائر يومها طارت في اليمن لفت ودارت كل حارة وكل دار فيها فرقة وانتصار فيها مجد وفيها مستقبل سعيد صوته بينادي على الشعب المجيد فيها مجد وفيها مستقبل سعيد صوته بينادي على الشعب المجيد بالإرادة والعزيمة والجهاد التهاني والتبريكات بمناسبة العيد 59 ثورة 26 سبتمبر للقيادة السياسية ممثلة بخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير معالي وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز وإلى كافة منتسبي الجيش الوطني وإلى الشعب اليمني من جبهات الصمود وجبهات العزة وميادين الشرف والكرامة نرفع أسماء آية التهاني ونؤكد للجميع أننا سائرون على درب ونهج ثورة سبتمبر ومستمرين إن شاء الله لإنهاء هذا العدو الميليشيات الحوثي الإيرانية وبإذن الله معنويات الأبطال مرتفعة وتحقيق انتصارات ونبشركم ونؤكد لكم أنه العدو يتكبد خسائر كبيرة جدا
والجيش لديه خطط واستراتيجيات يعمل عليها لاستنزاف العدو في جميع الجبهات، وإن شاء الله النصر قادم بإذن الله. بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة ليلة 26 سبتمبر ذكرى الثورة المجيدة التي قامت في عام 1962. اليوم يعني هذه الذكرى توافق 59 عام عندما قام أولئك الثوار رحمة الله عليهم بالثورة المجيدة التي اجتثت الإمامة، والتي الآن نحن وفي هذه الأماكن وعلى يعني قمم جبال الأبلاق وجبال صرواح والجبال جبال المأرب نوقد الشعلة بذكرى بهذه الذكرى العظيمة. نقول الليلة وهذه الشعلة تشتعل الآن، وقد أوقدوها الأبطال هؤلاء الذين ترونهم في الصورة، وعلى رأسهم الشيخ مراد بن محسن بن معيلي الذي يرابط في هذا المكان هو وقبائله. نقول إن كنا هذه الليلة قد أوقدنا الشعلة في هذه الأماكن وفي هذه الجبال التي يعني تفصل ما بين مأرب وصنعاء، نقول إن شاء الله تعالى أن يأتي اليوم القريب الذي نشعل فيه هذه الشعلة على جبل نقم وعيبان
وأرتل وحدة وغيرها من الجبال المطلة على العاصمة صنعاء، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يتساءل الناس، وسؤالك عندما سألت أن هناك يعني حملة في داخل وسائل الإعلام وراها يعني بكل تأكيد الحوثيين، على أن مبخوت بن عبود أو ابنه محمد يعني قد حدث لهم تواصل أو من هذا القبيل مع هذه الفئة الطاغية. نحب نقول بالمناسبة، وما كنت يعني أريد أن أرد على هذه الشائعات لأنها لا تستحق الرد، لكن نقول يعني كذبتم فيما تقولون، ولا بد أن يكون هناك عندما نكون في قتال نقول بشرف ولا نكذب على بعضنا البعض. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، تحية لأولئك الأبطال من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل الثغور والميادين وفي كل الجبهات. نقول الحوثة الحرب بيننا وبينكم سجال، لا ينكر ذلك عاقل، لكن نقول قريبا ونحن على يعني أطلال صنعاء قريبا إن شاء الله تعالى. ولي وطن إذا دجت الدياجي يزيد عن كواكبها التماعا، منيع صرحه من كل صوب رمته العاصفات وما تداعى، فلو منت عليه الشمس يوما بأن طلعت لرد لها الشعاع. أيها الخافق الذي تتفيه ظله الصافنات والهيجاء، يستريح المناضلون وتستن المواضي، ويحصر الشهداء وهو يتلو على النجوم بيانا، صاغه ليلة الخميس القضاء، قسما لن ينال منك دخيل أو يبيع المكاسب العملاء. حركة فيها. نحيي الذكرى، ذكرى 26 سبتمبر، واليوم نقوم بإضاءة الشعلة ونطمن الجميع أن الحوثي مدحور، وأن محافظة مارب آمنة بأهلها والناس اللي سكنوها ولا خوف عليهم. قول الليلة وهذه الشعلة تشتعل الآن، وقد أوقدوها الأبطال هؤلاء الذين ترونهم في الصورة، وعلى رأسهم الشيخ مراد بن محسن بن معيلي الذي يرابط في هذا المكان هو وقبائله. نقول إن كنا هذه الليلة قد أوقدنا الشعلة في هذه الأماكن وفي هذه الجبال التي يعني تفصل ما بين مأرب وصنعاء، نقول إن شاء الله تعالى أن يأتي اليوم القريب الذي نشعل فيه هذه الشعلة على جبل نقم وعيبان وأرتل وحدة وغيرها من الجبال المطلة على العاصمة صنعاء، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أولا نهنئ القيادة السياسية والعسكرية والقيادة المخلصة في مختلف الميادين والجبهات بمناسبة عيد الثورة الذي سيمثل إن شاء الله قفزة نوعية بإبادة الإمامة المتجددة إن شاء الله بإذن الله خلال الأيام القادمة، سوف نجعل من جماجمهم شعلة سبتمبرية بإذن الله سبحانه وتعالى. والجيش الوطني عاهد عهدا كبير بألا تراجع حتى تحقيق الغاية، حتى الوصول إلى الغاية وبناء صرح الحق وتشييد أعمدة الحرية وإبادة فلول الكهنوت وسعق عداولة الاستبداد بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد أيقن الجيش الوطني بأن الحرية لا تعطى بل تنتزع، وأن النصر
لا يؤخذ، وإنما يحققه سواعد الأبطال، وأن الأوطان لا تحرر بالأماني، وإنما بتضحيات الرجال في مختلف الجبهات، فالجبناء لا يحققون نصرا، والمتخاذلون هم أشد الناس نفاقا، وإن شاء الله خلال المرحلة القادمة سوف نسمع ما يسر الشعب اليمني، وسوف يأتي العيد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحن في 70 بإذن الله. سيدوم الخير في أرض مقيمة، سيدوم الخير في أرض مقيمة، رافض الإصرار إلا أن يدوم، رافض الإصرار إلا أن يدوم، سيدوم الخير في أرض مقيمة، سيدوم الخير في أرض مقيمة، رافض الإصرار إلا أن يدوم، رافض أرضنا بوركتي من ولادة، أرضنا بوركتي من ولادة، لم يعش في عمرك الخير عقيمة، لم يعش في عمرك الخير عقيمة، كلما ولى عن الساحة فيك عظيم شهدت من عظيمة، خلفه نمضي ولا خلف لنا، خلفه نمضي ولا خلف لنا، ما مضى فينا أمين المستقيم، 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 ما مضى فينا. الأخ قادم من قلعة كيلة السابعة بمناسبة العيد 59 ثورة 26 سبتمبر، الشعلة جاهزة للرجال، قدم البلاغ عيد القرن الجزء أخي. فابتدي أياتها الدنيا نشيدي، فابتديني وأعيدي وأعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحي حللا من ضوء عيدي، رددي اياتها الدنيا نشيدي، رددي اياتها الدنيا نشيدي، وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا ينداء نفسي، أنت عهد عالق في كل ذمة، رايتي رايتي يا نسيجا حكته من كل شمس، أخلدي خفيقة في كل قمة، أمتي أمتي امنحيني البأس يا مصدر بأسي، اغفريني لك يا أكرام أمة، عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. بالروح بالدم، بالروح بالدم، تفريق يا لبن، بالروح بالدم، تفريق يا لبن. هذه المناسبة العظيمة، احتفالات شعبنا اليمني بثورة 26 من سبتمبر، ومع إشعال شعلة الثورة تذكرنا هذه الشعلة بما قدمه الشعب اليمني من تضحيات ضد الاستبداد وضد الكهنوت والظلم، حتى يتحرر
الشعب اليمني وما قدمته قواتنا المسلحة من أبطالها في مرحلة ثورة 26 سبتمبر، وما قدمه العلماء والمثقفون حتى يتحرر هذا الشعب من حكم الإمامة الظالم المستبد الكهنوتي. وحقيقة تذكرنا إشعال هذه الشعلة كل هذه المعاني الكبيرة، وهي نضال شعبنا اليمني المستمر من أجل ترسيخ مبادئ الثورة، ثورة 26 سبتمبر، والحفاظ على مكاسبها. وما يقدمه الجيل الجديد من أبطال قواتنا المسلحة الجيش الوطني في هذه المرحلة الصعبة والحساسة هي أيضا امتدادا لهذه الثورة المباركة، وامتدادا لنضال الأبطال الميامين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تحرير الشعب اليمني وضد الاستبداد والظلم والجبروت والطغيان. هذه المناسبة تأتي ونحن في مرحلة حساسة من عمر ثورتنا السبتمبرية المباركة 59، وتذكرنا أيضا بأننا ما أظن على العهد على ما سار عليه شهداءنا وأبطالنا المناضلون من جيل القديم والأجيال القادمة، أيضا تعاهد الله وتعاهد وطنها وقيادتها بأنها ستكون على هذا الدرب حتى يتحرر الشعب اليمني من كل الاستبداد والظلم والطغيان واستعادة دولته وجمهوريته والحفاظ عليها إن شاء الله. في هذه المناسبة أيضا أحب أن أنقل تهاني وتبريكات قيادة المنطقة العسكرية 7، ضباط وأفراد وصف وجنود، إلى قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد ربه منصور هادي، وإلى نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، وإلى دولة رئيس الوزراء، وكل من معالي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى، وإلى وزير الأخ معالي وزير الدفاع، وإلى سيادة رئيس الأركان العامة بهذه المناسبة العظيمة. ونحن نشعل شعلة الثورة 56 لثورة 26 سبتمبر المباركة، نقول إننا نواصل خط سير المناضلين لاجتثاث الإمامة من اليمن إن شاء الله، وتطهيرها من هذه الميليشيات الإنقلابية الإرهابية المجرمة والتي عاثت في اليمن فسادا وتدميرا ونهبا. ونعاهد كل شعبنا بأننا سنواصل هذا النضال حتى نحرره من كل هذا الاستبداد والظلم والطغيان والقضاء على هذه الميليشيات الإنقلابية الإرهابية. ولا يسعني في هذه المناسبة العظيمة إلا أن أقدم شكري وتقديري باسم المنطقة العسكرية 7 والجيش الوطني للأخوة الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وعلى ما يقدموه من دعم ويقدموه للجيش الوطني في معركتها الفاصلة التي تعتبر معركة الأمة في هذه المرحلة، وأننا إن شاء الله سنبادلهم الدم بالدم، وسيكون الأجيال القادمة لن تنسى فضلهم وما قدموه من دعم وإسناد لجيشنا ولشعبنا في هذه المرحلة الحساسة. شكرا جزيلا. بالروح بالدم نبقيك يا يمن، بالروح بالدم نبقيك يا يمن، بالروح بالدم نبقيك يا يمن. يا ضياء في طريق الأوفياء، يا نشيدا في قلوب الشرفاء، يا تراب الأرض يا كل سنائي، هذا غنائي، رددي 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 يا أمتي هذا غنائي، واهتفي أجيالنا ملء الفضاء.
عاش أيلول المجيد باعث المجد الدليل 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 دمت يا أيلول تاريخي ومجدي وإبائي اضربي بالقيس في الأقدار يا أروى وغني لا تسألني لا تقل ماذا قرى وطموح الشعب حكم القدر جدد العزم وسر في دربنا يا شبابا من سنة سبتمبر لا تسألني لا تقل ماذا قرى فطموح الشعب حكم القدر جدد العزم وسر في دربنا يا شبابا من سنة سبتمبر يا حزيران الذي لم تنتهي يا حزيران الذي لم تنتهي قصة التجديد فكر عبقري قصة التجديد فكر عبقري يا نسيم عابقا كالزهر طيب الأنفاس عند السهر يا نسيم عابقا كالزهر طيب الأنفاس عند السهر يا جلال الحق صوت القدر يا وثوب الشعب في سبتمبر يا وثوب الشعب في سبتمبر يا وثوب الشعب في سبتمبر يا مشاهدينا الأعزاء لا يسعنا في ختام حلقتنا لهذه الليلة إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة حتى الملتقى في حلقة جديدة دمتم في حفظ الله ورعايته. عنيق الأبطال يم البواسل في جبالك في سهولك والسواحل وانحني للجيش يا كل الشوامخ واعزفي للحال للجيش المناضل.